السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف لو انا عندي حائط واخد ارك او واخد كيرف ازاي ازود عليه شباك. طبعا الموضوع سهل لو هي حيطه مستقيمه، سهل ان انا اضيف عليها ويندوز. طيب لو انا عندي الحيطه دي على هيئه ارك، خليني اجي هنا مثلا واقول له ارك واحدد اول نقطه وتاني نقطه وابدا اخليها بالشكل دوت. طيب خلينا نشوفها في 3D هيت. طيب ممكن الحيطة دي أبدأ أضيف عليها مثلا بعض الفتحات، فأنا عايز أضيف فتحات، فهاجي هنا من أركتكشر وأقول له كومبوننت وأقول له موديل إن بليس وأختارها وول. أوكي، وهنا الوول ديت أنا عايز أخليها عمودية على الحيطة ديت، فأختار مثلا الفيشن اللي هو بالشكل دوت. تمام، عايز أقول له إن أنا عايز أعمل فويد، فهو بيقول لي اختار البلان اللي هترسم عليه. طيب اختار البلان ازاي؟ ممكن اجي هنا في ليفل 1 وهبدا ارسم ريفرنس بلان اللي انا عايز ابدا اشتغل عليه، ولازم ادي له اسم عشان اقدر اختاره. اختار مثلا حرف الدبليو. طيب وهاجي هنا واقول له ان انا عايز ابدا ارسم كرييت فويد. تمام، واقول له ست واقول له ان انا هرسم على الدبليو. اوكي، وبعد كده ممكن تقول له شو عشان تبدا تشوف. هنا عايزين نعمل فتحات مثلا دائريه، فاجي هنا اختار مثلا فتحه بالشكل دوت، فتحه بالشكل دوت، فتحه بالشكل دوت، فتحه. تمام، وبعد كده هاجي هنا اشوف الفتحات بالشكل دوت، هبدا اعمل سيلكت عليها وابدا اخليها تعدي جوه الحائط. وبعد كده اختار هنا من قط، اختار الحيطه، وبعد كده اختار الفراغات، فيبدا يعمل لي الفراغات بالشكل دوت. هقول له فينش موديل، واجي هنا فاين واقول له خلي لي دي شيدد بالشكل دوت. طيب هاجي هنا بقى في ليفل 1 واقول له ان انا عايز ارسم اركتكشر وول. طيب هنختار الوول اركتكشر، وهقول له اختار لي حيطه عاديه، وليكن مثلا الحيطة الانتيريور ديت ادي الطيب، واقول له دوبليكيت، وهقول له خلي دي مثلا جلاسز اديت، وهبدأ الغي الفينيش واخلي بس الاستراكشر، والاستراكشر دوت هخليه هنا رفيع واحد، وهاجي هنا اقول له جلاسز. اوكي، وهبدا اقول له ارسم لي بالشكل دوت. تمام، طيب تعال نشوف في 3D. هختار هنا الوول ديت، هبدا ارفعها لفوق بحيث انها تغطي الشغل كله. وبعد طيب دلوقتي انا عايز ارسم الحواف بتاعه الشباك. طيب دلوقتي انا عايز ارسم الفريم بتاع الشباك، فممكن تيجي هنا من اركتكشر وتقول له موديل ان بليس وتختار ويندو. خلينا نختارها من اركتكشر. اوكي، وبعد كده هقول له سويب، واقول له انا عايز اعمل بيج باس اهوت. اوكي، وبعد كده ادي بروفايل، فهتبدا ترسم البروفايل اللي انت عاوزه. مثلا انت عايز ترسم حاجة بالشكل دوت. وبعد كده اقول اوكي. اوكي، فيبدأ يعمل لي الفريم زي ما انت شايف. نقدر نعمل سيلكت على الفريم واختار الماتيريال تحته تكون وود. تمام، هنا انا اخترت ان انا اربطه ببرامتر اللي هو الام. بعد كده هاجي اعمل سيلكت وادخل هنا في الايديت. طيب الام هنا هقول له ان انا عايز اختارها مثلا نوع من انواع الوود خشب.
مثلا دوت. ونفس الخطوة دي نكررها في بقية الشبابيك.